العاشر، المزمور العاشر، صفحة 839. يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أظلمة الضيق؟ في كبرياء الشرير يحترق المسكين، يؤخذون بالمؤامرة التي فكروا بها، لأن الشرير يفتخر بشهوات نفسه والخاطف يجدف. يهين الرب الشرير حسب تشامخ أنفه، يقول لا يطالب، كل أفكاره أنه لا إله. تثبت سبله في كل حين، عالية أحكامك فوقه، كل أعدائه ينفث فيهم. قال في قلبه لا أتذعذع من دور إلى دور بلا سوء، فمه مملوء لعنة وغشا وظلما، تحت لسانه مشقة وإثم، يجلس في مكمن الديار في المختفيات، يقتل البريء. جناحه راقبان المسكين، يكمن في المختفى كأسد في عريسه، يكمن يخطف المسكين، يخطف المسكين يجذبه في شبكته. فتنسحق وتنحني وتسقط المساكين ببراثنه. قال في قلبه أن الله قد نسي، حجب وجهه لا يرى إلى الأبد. قم يا رب يا الله، ارفع يدك، لا تنسى المساكين. لماذا هان الشرير الله؟ لماذا قال في قلبه لا تطالب؟ قد رأيت، لأنك تبصر المشقة والغم، لتجازي بيدك. إليك يسلم المسكين أمره، أنت صرت معين اليتيم. احتم ذراع الفاجر، والشرير تطلب شره ولا تجده. الرب مالك إلى الدهر والأبد، بدت الأمم من أرضه. تآوه الودعاء قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم. تميل أذنك لحق اليتيم والمنسحق، لكي لا يعود أيضا يرعبهم إنسان من الأرض، مجدا للثالوث الأقدس. هي أن المزمور العاشر يعتبر تكملة للمزمور التاسع، وشفنا في المزمور التاسع أن هو كان قيل بمناسبة انتصار داود على جلياط الجبار، انتصار على الأعداء الخارجيين، وان هو حمد ربنا وسبحه على تلك النصرة، وقال للربنا تلك العبارة الجميلة: يا رافعي من ابواب الموت. بعد ما وصل لحد اخر مرحلة في الحياة، لحد باب الموت، لكن ربنا رفعه من ابواب الموت لكي يحدث بتسبيحك في ابواب ابنة صهيون. والحقيقة ان المزمورين مرتبطين بعضهم ببعض. اذا كان المزمور التاسع اتكلم على النصرة اللي الله بيديها للانسان على الاعداء الخارجيين المرئيين والظاهرين والواضحين، فالمزمور العاشر تكملة لانه بيتكلم على النصرة اللي ربنا بيديها ايضا على الاعداء المختفيين، الأعداء الداخليين، الأعداء الغير ظاهرين، اللي بيتعبوا الإنسان واللي بيمرروا حياة الإنسان. ويمكن تلاحظوا أن المزمور العاشر ملوش عنوان، يعني بعكس المزامير اللي خدناها لحد دلوقتي، مفيش عنوان، مفيش مثلا لإمام المغنيين مزمور لداود على الجتية أو على كذا، مش موجود، لأن هو فعلا بيعتبر هو والمزمور التاسع مزمور واحد. وده السبب اللي في بعض النسخ بنلاقي ان ارقام المزامير مختلفة، يعني تيجوا مثلا تصلوا بالمزمور من الاجبية تلاقوا
ان المزامير المزمور رقمه هنا يختلف عن المزمور رقمه فين في الكتاب المقدس في الانجيل. منين جه الاختلاف ده؟ الاختلاف ده جه من المزمور التاسع والعاشر، ان النسخة العبرية الاصلية كان فيها المزمور التاسع لوحده والعاشر لوحده، لكن في النسخة السبعينية اللي هي ترجمت من العبرية الى اليونانية ضموا الاثنين وخد رقم ايه؟ واحد بس. اعتبروا المزمورين دول مزمور واحد لان نفس الفكرة واحدة اللي بتدور فيه المزمور. احنا الكتاب المقدس ماشي على الطبعة العبرية الطبعة الاصلية، عشان كده قاسم المزمور التاسع لوحده والعاشر لوحده. يمكن السؤال اللي باستمرار الانسان بيسأله لما بيبقى في وقت ضيقة او في وقت الم، خصوصا لو في اشياء بتحارب الانسان وبتضايق الانسان، في مشاكل وفي متاعب وفي مصاعب، والانسان بيقف يصلي قدام ربنا وبيقول لربنا ساعدني وبيقول لربنا قويني، وبعدين بيلجأ قدام ربنا وبيقدم توبة، ومع هذا بيلاقي ان المشاكل مستمرة والضيقات مستمرة والاتعاب مستمرة. ومن طول الزمن ومن كتر الصراع ساعات الانسان كده يحس ان ربنا وكأنه واقف بعيد. الحقيقة ان الاحساس ده ما كانش غريب عن داود، لان داود اختبره، وقد يكون تكلم بمشاعره وهو هربان لفترة طويلة من قدام شاول وقدامه مكايد كتيرة وفخاخ كتيرة ومتاعب كتيرة ومصاعب كتيرة شافها في حياته الاولانية، برغم ان ربنا كان وعده بان الملك ليه وان صموئيل مسحه، لكن هو مش حاسس بعطية ربنا ومش حاسس بالراحة، مش حاسس بالفرحة، مش حاسس بان ربنا صنع في شيء في حياته شيء معين يفرحه ويريحه. عشان كده وقف قدام ربنا وعاتب ربنا او تضرع لربنا ويقول له يا رب لماذا تقف بعيدا؟ ليه انت واقف بعيد عمال تتفرج عليا وسيبني انا غرقان لوحدي؟ لماذا تقف بعيدا؟ سؤال ياما حير الانسان وياما تعب الانسان. تلاقوا في ارميا 14 ارميا جاز نفس الاختبار، قال للربنا انت مالك كده كأنك انسان غريب او كمسافر يميل ليبيت او ككبار قد تحير او كإنسان لا يستطيع ان يخلص. بيقول للربنا انت مالك يعني كأنك غريب، كأن الموضوع ما يهمكش، او كأن الكلام والصلوات اللي انا برفعها دي مش موجهة ليك، انت ما بتعبرنيش ليه؟ كأنك غريب عني وكأن الموضوع لا يعنيك وكأني ما بكلمكش، او كمسافر يميل ليبيت. تعرفين اللي بيسافر عايز مكان يبيت فيه، لكن ملوش دعوة بأهل المكان بمشاكلهم بمتاعبهم، ده هي ليلة هيقضيها وإيه ويمشي. فبيقول لربنا يعني كأنك احنا بنيجي نشوف بعض او نتكلم مع بعض وانت يعني كأنك مسافر، ومش هي مجرد ليلة او ساعة او ربع ساعة هنقعدها مع بعض في الصلاة وبعد كده تمشي وتسيبني وكأني لا اعرفك ولا انت تعرفني. او كجبار قد تحير، جبار عنده قوة كبيرة جدا ولكنه مش عارف يعمل ايه. لما تبقى الالم والمشكلة والضيقة والمرض والتعب والمعاناة اللي بيعانيها الانسان، برغم انه عمال يصلي وعمال يطلب من ربنا تدخل وعمال يقول لربنا ساعدني، لكن مش لاقي اي استجابة، بل يمكن بيلاقي ان المضايقات والمتاعب والمصاعب عمالة تزيد. يا رب لماذا تقف بعيدا؟ والجميل في داود انه كان واضح جدا في اسلوبه مع ربنا، وكان صريح
وكان اللي في قلبه على لسانه قدام الله ليه واقف بعيد عني؟ ما بتستجبش لكل اللي انا بطلبه منك ليه؟ وبالرغم من ان الفترة طولت والشكوك زادت والتعب زاد، لكن الحاجة الجميلة في داود ان مع كترة ما تعبه وشكوكه لم يكف عن الصلاة. دي اهم حاجة. برغم ان فترة تعبه زادت وشكوكه زادت وعتابه مع ربنا بيقوله لماذا تقف بعيدا، لكن داود ما بطلش صلاة، ما قالش مفيش ايه فايدة. لان نقطة مفيش فايدة دي النقطة اللي عايز يوصلنا اليها الشيطان. يقولك ما هو ربنا سابك تتألم، او ساب شخص عزيز ليك عمال يتألم، وساب ناس تظلمك وعمالين يظلموك وما زالوا يظلموك وما زالوا يزيدوا في ظلمهم وما عملش حاجة. ما هو ساب التلات فتية يترموا في اتون النار، ما هو ساب دانيال يلقى في جب الاسود، وكأن الله واقف بعيد يتفرج. ده مش بس لماذا انت واقف بعيد وانا شايفك وانت واقف من بعيد، لا ده الاكتر من كده. ايه؟ لماذا تختفي في ازمنة الضيق؟ يعني مش بس ربنا واقف من بعيد، اهو برضك واقف اسمه ميت، ايه متشاف موجود، لكن المرحلة اللي اصعب من كده ان كمان لما رؤية ربنا تختفي. لماذا تختفي في ازمنة الضيق؟ حتى لو واقف من بعيد، وحتى لو ما بيتدخلش في حياتي، وحتى لو ما بيستجبش، اهو اسمه ان انا شايفه. قد يحن او قد يرق علي في وقت من الاوقات، لكن كون انه يختفي نهائيا وانا ما شفهوش واحس انه كمان مش شايفني، ده الاحساس الصعب. عشان كده الشعور بفقدان الله وبعدم رؤية الله ده من اصعب الاحاسيس اللي ممكن يمر بيها الانسان. يعني داود ما بيسألش ربنا وبيقول له انت ليه بتسمح بالضيقة، او ليه انت جبت في حياتي تجارب، او جبت في حياتي الم، ما بيقولوش كده. لا، ده ما بيدورش على الالم، ده بيدور على فقدان رؤية الله. مش مشكلة اذا كان في حياتي الم او في حياتي تعب او في حياتي اضطهاد، موافق، بس اللي ما اقدرش استحمله ان انا ايه ما اشوفكش. لان رؤية الله تعني على اني احتمل الالم والضيق والاضطهاد. عشان كده كانت الحاجة الوحيدة اللي ترعب داود باستمرار يقول له لا تحجب وجهك عني. لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لما يشعر الإنسان إن الله مختفي عنه وإن هو فاقد الرؤية، ده مش بس إن الله في شعوره وإحساسه بعيد عنه كل البعد وإن الله مختفي بالكمال عنه، ده اللي زود المشكلة كمان إن شر الأشرار بيزداد وبيمسه. في كبرياء الشرير يحترق المسكين، في كبرياء الشرير يحترق المسكين، ويبتدي يتكلم عن المسكين وعن الشرير. والمسكين هو كل نفس تحت التجربة او تحت الضغط او تحت الألم، ده المسكين. المسكين هي كل نفس بتصرخ، لما بنقوله من الاعماق صرخت اليك يا رب انا مسكين، اعيت قوايا وما فيهاش نفس، ما فيهاش قوة، ما فيهاش ادراك، ما فيهاش مجهود. لما يزيد شر الاشرار والانسان يضطرب اشد الاضطراب، لانه يجد ان الشرير عمال يزداد وينجح في شره وفي كبرياء وفي احساسه بالذات، وبيحرق او بيلتهم او بيدمر المسكين. يبقى المشكلة ليها عدة ابعاد. الله واقف بعيد
ما بيتدخلش، بل البعد الأكبر الله مختفي وفقد الإنسان الرؤية لله، واللي موجود قدامه هو إن شر الأشرار ينجح ويؤثر على المسكين. لكن هل فعلا الله بيقف بعيد، ولا احنا نتيجة ضعف الايمان اللي بنكون بعاد؟ قد يكون الثلاث فتية وهم بيترموا في اتون النار قالوا الهنا اللي احنا اتكلنا عليه ليه سلمنا وليه اوثقونا وليه فتحوا باب الاتون ورمونا. قد يكون احساسهم الاولاني ان الله ايه بعيد، لكن كان الاختبار النهائي ان الله مش بعيد ومش واقف بعيد يتفرج. ده الرابع الشبيه بابن الآلهة فين؟ في وسطهم. قد يكون دانيال في البدايات الاولى شعر ان الظلم هو اللي انتصر وان المكيدة والاشرار هم اللي نجحوا، وهو مقيدينه وهم بيرموه في جب الاسود والاسود بتقترب منه، قد يشعر بداية ان الله واقف بعيد، بل ان الله قد اختفى. لكن نهاية الاختبار ما كانتش كده. نهاية الاختبار قالوا دانيال الله ارسل ملاكه وسد ايه افواه الاسود. ان الله مش بعيد. لكن هو دي مشكلة الانسان باحساسه ان الله بعيد عنه وان الله مختفي عنه. هو مش حقيقة واقعة لكن احساس، ومرات كتيرة بنشعر بهذا الشعور وبنعاتب ربنا وبنبقى زعلانين من ربنا وبنقول له انت ما بتسمعش وما بتشوفش، او لو شفت كأنك غريب عنا ما بتنفعلش باللي بتشوفه، او ان الموضوع ما بيعنيكش، او انك ما بتعملش شيء في الحياة. لكن هنشوف داود ازاي انه بيرفع المزمور ده هوت مش كنوع عتاب مع الله، بقد ما هو نوع من صراخ وتضرع الى الله ان ربنا يظهر شيء بعمله في حياته. هو مش طالب رفع الضيقات ومش طالب انتهاء الآلام، لكن اللي طالبه ألا يفقد رؤية الله او الشعور بحضور ربنا. لان عايز اقول لكم حاجة، ان الشعور بحضور الله في حياة الانسان ده اجمل شيء والكنز الجميل جدا اللي لو استطاع الانسان فعلا انه يختبره ويعيشه بالرغم من كل الظروف وبالرغم من كل الحاجات اللي بتبقى في حياته بالرغم من المشغوليات، الانسان ده يبقى عاش الملكوت فعلا. الانسان اللي حاسس بحضور ربنا فين في حياته. في ناس اختبرت هذا، ويمكن تقدروا تقروا كتاب اختبار الوجود مع الله. اختبار الوجود مع الله، ازاي الانسان يقدر يشعر ويتمتع بهذا الوجود في كل وقت حتى لما يغلط ما يخليش حضور ربنا يغيب عنه. مذكرات الراهب لورانس والراهب الروسي اللي تكلم عن اختبار حضور ربنا في الحياة. داود كان متمتع بهذا الاختبار وكان منفعل بيه. عشان كده كل ما الانسان يعيش هذا الاختبار كل ما يبقى فعلا ضايق الملكوت وماسك فيه. عشان كده الطلبة اللي قالها داود لربنا ما تحجبش وجهك عني، خلوها صلاة باستمرار نصليها في كل وقت بنحس بعدم حضور ربنا او بفقدان الرؤية لله. هو مش ربنا مش موجود، ولكن احنا اللي مش قادرين نحس بوجوده. عشان كده صلوا باستمرار وقول لربنا لا تحجب وجهك عني. بعدين ابتدى يتكلم عن هذا الشرير بقى اللي فيه كبرياءه يحترق المسكين، وابتدى مركز على الشرير. فعارفين الشرير هو الشيطان وهو ضد المسيح، وكل واحد بيعيش الشر او كل واحد بيعمل الخطية
هو انسان خاضع لعمل الشرير والشرير بيتحرك جواه وضد المسيح بيشتغل فيه. عشان كده شفنا بولس في تسالونيكي بيسميه اللي ضد المسيح انسان الخطيه، ابن الهلاك، المتكبر، المقاوم، المعاند، مشتكي. كل الاسامي دي اداها للشيطان اللي هو الشرير. يؤخذون بالمؤامرة التي فكروا بها. الشرير في مشكلته انه بيعمل اللي هو عايزه، وهتشوفوا ازاي الشيطان بيحركنا لما ان هو بيعمل حاجتين، بيقول مفيش اله، بيلغي الله، ويمكن ما بيقولهاش بالمعنى الالحادي اللي في ذهننا انكار وجود الله، لكن بيقولها بطريقة اخرى انه بيدي لربنا عدم اهمية في حياتنا، ان الانسان ما يعملش اهمية لربنا في حياته، كأنه برضك بيقول ايه، ان مفيش اله، وفي نفس الوقت يأله الذات، يأله الذات. خدوا بالكم ان في كل مرة انا بعمل الخطية بعمل الحاجتين دول، بعمل الخطية بقول ان مفيش الله لاني بكفر وصاياه، وفي نفس الوقت بعمل الخطية عشان اؤكد ذاتي، بقله ايه، نفسي، دول اللي انا بعملهم، بقول مفيش ربنا حتى لو ما قلتلهاش بالعقل لكن بقولها بالفعل. عشان كده مفيش ربنا بعمل اللي انا عايزه، اثبات للذات. فيؤخذون بالمؤامرة التي فكروا بها. اللي بيفكروا فيه بيعملوه، اللي عايزينه بيعملوه. بس داود بيقول ان زي ما قال قبل كده، من حفر حفرة وقع فيها. المؤامرة اللي بيعملها الشرير علشان يثبت نفسه ويوقع المسكين وينتصر عليه، بتعمل ايه في الاخر؟ بتترد ايه عليه. زي هامان، هامان اللي عمل مؤامرة لمين؟ لمردخاي، وعمل له الخشب علشان يعلقه عليها. حصل ايه؟ هو اللي اتصلب عليها. في مؤامرة رتبت للمسكين، المسكين هو اللي متكل على الله واللي سلم امره لربنا لانه مفيش قوة في ذاته، فبترجع المؤامرة عليه تاني. لان الشرير يفتخر بشهوات نفسه. شوفوا الشر بقى لما يزيد، ان مش بس انه يعمل الخطية، لكن الاكتر من كده انه يفتخر بعملها. لما تقروا اعترافات القديس اغسطينوس، أغسطينوس يتكلم عن مرحلة حياته الأولى لما كان عايش في الخطية، بيقول إنه مش كان بس بيعمل الخطية، لكن ده كان بيفتخر بالخطية اللي بيعملها، لدرجة إنه كان بيألف قصص عن خطايا هو عملها وهو ما عملهاش عشان يفتخر بيها قدام أصحابه. فهنا يفتخر بشهوات نفسه، ان الانسان الشرير حاسس انه اللي بيعايزه بيعمله وبيفتخر بيه انه قادر على عمله. والخاطف يجدف، وفي كل مرة يخطف فيها لذته او شهوته او سلطانه يجدف ويقول انا عملت اللي انا عايزه، مين اللي يقدر يمنعني؟ مفيش اله يقدر يوقفني، مفيش وصية أنا بحترمها. يهين الرب، يهين الرب. وفي كل مرة الإنسان بيعمل خطية وهو يقصد تلك الخطية، يعني زي ما بيقولوا عاملها مع صدق الإصرار والترصد، هو بيعمل إيه؟ بيهين ربنا. إذا كنت أنا بخطأ غصب عني أو دون وعي مني، أهو ده نتيجة عجزي وضعفي. لكن لو انا بخطأ وانا عارف ان ده ضد كلام الله ووصية الله، انا في واقع الامر بأهين الله وبجدف على الله. الشرير حسب تشامخ انفه يقول لا يطالب،
حسب تشامخ الأنف أو مراخيره فوق زي ما بيقولوا، يقول لا يطالب، محدش يحاسبني ومحدش يقدر يحاسبني. كل أفكاره أنه لا إله، مفيش رقيب عليه، مفيش سلطان عليه، مفيش حدود ليه. أنا عايز أقول إن إحنا في أوقات كتيرة بنقول نفس العبارة لا إله، بس مش بنقولها باللسان، لكن بنقولها بتصرفاتنا لما بنعمل الخطية وبنبقى قاصدين إن إحنا نعيش في الخطية وبنصر على فعل الخطية، كأن إحنا بنقول مفيش ربنا. زي الحرامي اللي بيتمنى إن ما يكونش فيه عسكري، ما يكونش فيه رقيب، ما يكونش فيه عقاب، ما يكونش فيه حبس. تثبت سبله في كل حين. ومشكلة الشرير في انه لو نجح مرة ومرتين وتلاتة يحس بقى انه ايه، اطمئن ونجح وعمال طريقه ثابت ومحدش يقدر يمنعه في انه يحقق اللي هو عايزه. ودي خطة الشيطان، انه يسيب الانسان ينجح مرة واثنين وتلاتة وعشرة في الشر لحد ما يربطه، وبعد كده يبتدي المشاكل. عالية احكامك فوقه، واحكام ربنا واوامر ربنا شيء بعيد عنه، عالية عنه، مش شايفها ومش عايشها ومش عايزها. الانسان اللي بيتناسى وجود الله، الانسان اللي بيعيش في الخطية وكأنه مش شايف ربنا، او بيتمنى ان ما يكونش فيه ربنا. لا إله، كلمة ربنا ووصيته بعيدة عنه، عالية عنه، ما يقدرش يعيشها، لكن في نفس الوقت عالية عنه. يعني ايه؟ هتسود وتتحقق فيه احكام الله، يعني دينونة الله له. كل اعدائه ينفث فيهم، مش حد يقدر يقف قدامه. قال في قلبه لا اتذعذع، خدوا بالكم دي تاني مرة يقول قال في قلبه، يعني دي حاجة داخلية. أول مرة يفتخر بالشر، قال في قلبه لا أتذعذع، ثابت، محدش يقدر يأثر فيا لما بينجح مرة ومرات في الخطية. من دور إلى دور بلا سوء، عمال يتنقل من خطوة إلى خطوة ومفيش اي مشاكل بتحصل له. فمه مملوء لعنة وغشا وظلما، ما بيطلعش غير لعنات وغير غش وغير ظلم للاخرين، لان حياته اتملت شر. تحت لسانه مشقة، تعبير جميل. عارفين تحت لسانه يعني؟ يعني ايه تحت اللسان؟ الكلام اللي مستخبي ورا كلامه. ساعات الانسان يتكلم كلام وهو مخبي تحت اللسان حاجة، يقول شيء وهو يبطن شيء اخر خالص. لكن اللي بيخبيه مشقة وتعب للاخرين، ثم عمال يطلع ظلم وغش ولعنة ومشقة واثم. يجلس في مكمن الديار في المختفيات. كان اللي عايش في الخطية تملي يعمل الخطية بتاعته في الخفاء، او يترقب ليتصيد الفرصة. تلاقيش واحد بيزني علنا، ما تلاقيش واحد بيسرق علنا. اغلب الخطية تبقى في المختفيات في الخفاء، لانه عشان يحقق اللي هو عايزه لازم يستخبي. يقتل البريء عيناه تراقبان المسكين، يكمن في المختفى كأسد. في عريسه او في عرينه او في مخبأه او في عشه قاعد مستخبي، متحين الفرصة لما يجي الفريسة قدامه عشان يلتقطها. حاجتين الشيطان بيعملهم باستمرار وبيخلي الاشرار اللي تبعه يعملوهم. اول حاجة الخداع، تاني حاجة المفاجأة او المبغتة. ياما ناس بواسطة الخداع وقعت في الخطية واتكتفت.
لما جت الحية لحواء وآدم ما عرضتش عليهم الخطية بصورة مباشرة، ما قالت لهمش روحوا اكسروا وصية ربنا وكلوا، لا ما قالتش كده، لكن قدمت لهم الشر في صورة شيء جميل جذاب شهية للنظر وجيدة للعيون، خدعتهم وهم قبلوا الخداع. وده اللي باستمرار الشيطان بيعمله في حياتنا، مش هيجي يقول لك تعال ابني، خصوصا لو كنت من النوع اللي بيروح الكنيسة، لانه عارف انك هتقول له لا، حتى لو كنت عايز، انك هتخاف لان ضميرك هيتعبك، لان ما يجيبهاش كده، لكن يبتدي يقدمها في ثوب شيء اخر، في ثوب من الخدمة، ويجر الانسان للخطية. عايز يربط الانسان بمحبة المادة او بمحبة الفلوس، ما يقدملهوش مرة واحدة، لكن برضك ممكن يخليه يرتبط بمحبة الفلوس بواسطة الكنيسة. يقولك وانت بتجمع فلوس للايه؟ للكنيسة، وتبقى شغلة الانسان اللي جاي يخدم ربنا انه يجمع، باسمه انه بيخدم ربنا واسمه انه انسان مكرس لخدمة الله، لكن بقى مرتبط بمحبة المال، عنده لذة عد الفلوس، بقى فكره كله. للأسف الكنيسة تعبت من ان اللي الخدام اللي بقوا فيهم بقوا مجامعين اموال، يقول لك احنا طلعنا وسبنا العالم ومش عايزين حاجة. صحيح مش عايز حاجة، لكن الشيطان بالخداع قدر يربط بمحبة المادة، وقص على ذلك كتير عن طريق الخداع، خلي فيه خناقات جوه الكنيسة بسبب الخدمة، صراعات، ويقول لك اصل احنا بنغير اللي يقول على كرامة الكهنوت، واللي يقول على كرامة الخدمة، واللي يقول واللي يقول، وصراعات. ما هو لو جم قال لهم تعالوا اتخانقوا مع بعض واكرهوا بعض مباشرة مش هيعملوا، لكن يوم يعمل ايه؟ تحت مدعيات اخرى يبتدي يجذب الانسان ويخدع الانسان. كرامة الكهنوت، كرامة الكهنوت غسل الارجل مش السيطرة والتسلط. عشان كده اول حاجة بيعملها الشيطان هو عنصر الخداع، انه يقدم الخطية في صورة حاجة كويسة، ومسكين الانسان اللي ينخدع، ومسكين الانسان اللي يقع تحت سلطان الخداع. عشان كده بستنى الرهبان يقول ان الانبا انطونيوس مرة كان طالع في الصحراء، فبص لقى الشيطان ناصب الفخاخ بتاعته في كل مكان، اذا واحد نجا من ضربة الزنا يروح ضربه بالايه؟ بالكبرياء، واذا نجا من الكبرياء يجيب له صغر نفس. فبص كده الانبا انطونيوس وقال للربنا مين اللي يخلص، مين اللي ينجو من كل الفخاخ دي، اذ ما ضربوش ضربة يمينية يضربوا ضربة شمالية، وما ضربوش شمالية يضربوا ضربة يمينية، كل حاجة وايه وعكسها، مين اللي يخلص؟ خدع كتيرة، المسكين يعمل ايه قدام حيل الشيطان ومكر الشيطان. ده اللي هنشوفه في اخر المزمور، ازاي يخلص من خداع الشيطان. تاني حاجة بيلجأ اليها الشيطان المفاجأة، عنصر المفاجأة والمباغتة، مختفي ويظهر فجأة، وفي ربكة الانسان، الانسان بيقع ثريثة، الانسان اللي مش صاحي. عشان كده لما بيقول بطرس اصحوا لان ابليس عدوكم يجول كأسد زائر ملتمس من يبتلعه، محتاج ان الانسان يبقى صاحي سهران واعي، عشان الخطية ما تبغتهوش ما تفاجئهوش. عيناه تراقبان المسكين، يقعد مستني اللحظة اللي يقدر يتمكن منه. عشان كده اوعى تطمن لو كانت حياتك، يعني ساعات الواحد كده تمر في حياته لحظات ما فيهاش حرب لا شهوة ولا حرب غضب ولا حروب من الشيطان، ماشي كويس، بيصلي كويس وبيصوم وبيجي الكنيسة والامور كلها ايه هادية، ويقول خلاص بقى انا ايه
وصلت والامور استقرت. اوعى تقول كده. من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط، لان في عينين بتراقبك دايما، عشان وقت ما هتريح وترمي السلاح بتاعك وتقول ان انا وصلت والامور هديت، انا سني كبر ولا انا خلاص مريت بخبرة، مفيش شهوات هتحاربني، مفيش انفعالات هتضايقني، الامور دي احنا كبرنا عنها بقى لينا خبرة. اوعى، لان عيناه تراقبان المسكين. يكمن في المختفى كأسد في عريسه، يكمن ليخطف المسكين، يخطف المسكين يجذبه في شبكته، فتنسحق وتنحني وتسقط المساكين ببراثنه، ويقع تحت خداع وتحت عنصر المفاجأة وتحت الشبكة المبسوطة المساكين. قال في قلبه مرة تانية ان الله قد نسى، مفيش ربنا، او ان ربنا مش اخد باله او مش هيهتم باللي بيحصل. حجب وجهه لا يرى الى الابد. اعمل اللي انت عايزه، مفيش حد ايه شايفك. زي ما قال انه لا اله، قال ان لو في حتى اله ما هوش شايف، ما هوش مهتم، لا يرى، مخبي وشه، لا يتفاعل مع هؤلاء. اعمل اللي انت عايزه. لكن شوفوا احساس يوسف الصديق بحضور الله اللي كان مستمر في حياته. يقول امرأة فوتيفار كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، لانه حاسس ان ربنا موجود باستمرار في حياته، ما يقدرش يخطئ لحضور الله. عشان كده لما بنضطرب ونتضايق، لما نشوف ان الشرير هو اللي بينتصر وهو اللي بيسود وهو اللي بيفوز وهو اللي بيقدر يتمتع وهو اللي بيقدر ياخد، اسأل نفسك سؤال. ساعات نزعل قوي ونقول ليه الشرير هو اللي بيفوز وليه الشرير هو اللي بينتصر. اسأل نفسك سؤال، انت زعلان ليه وبتقول ليه الشرير بيفوز؟ هل لانك فعلا زعلان ان الشر بيدمر وان الشر بيهين الله وان الشر وحش، ولا انت نفسك تعمل زيه بس ايه مش قادر، وزعلان ان التاني قادر وبيتمتع ومجرالوش حاجة، وانت خايف لا تعمل ويحصل لك ايه حاجة. عشان كده اوعى يكون تذمرنا او رفضنا لعمل الاشرار نتيجة ان احنا نفسنا نعمل اللي هم عايزين يعملوه بس ايه مش قادرين او خايفين. طب الحل ايه؟ قم يا رب يا الله ارفع يدك. زي ما اتفقنا ان كل مزمور لازم يظهر فيه مين؟ شخص المسيح. مين بقى يقول لي دي فين المسيح؟ ارفع يدك. ارفع يدك دي على طول ايه؟ الصليب. الصليب هو اللي وقف الشرير اللي ضد المسيح عند حده. في الصليب جرد الرياسات واشهرهم فضحهم ظافرا بيهم. ارفع يدك. شوفوا صرخة داود من مئات السنين قبل المسيح، بيقول له ارفع ايديك، لان في رفعة ايديك دي هي الايه؟ الخلاص من ظلم الشرير. صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب. ارفع يديك. قم يا رب ارفع يديك. الصليب والقيامة. قوم يا رب اعمل حاجة في حياتنا. ويمكن لاحظين كل مزمور دلوقتي احنا بناخده فيه كلمة قوم قوم قوم. لما يقف الانسان يقول للربنا قوم اعمل حاجة في حياتي، اديني اختبار القيامة. اذا كان ربنا بيسمح الى حين بشر الاشرار، لكنه لن يسمح في كل حين. خدوا بالكم الحتة دي. ربنا يسمح الى
حين، لكنه لن يسمح كل حين، لان هو هيقوم وقام ورفع ايديه على خشبة الصليب. لا تنسى المساكين، ما تنساش احتياج المسكين اللي حط اتكاله عليك. اذا كان الشرير نسي ان في الله، فانت يا الله ما تنسناش احنا المساكين اللي ضايعين في الرجلين. هنهرب من خداع الشيطان ازاي، ولا من مفاجأة الشيطان، ولا من لسانه اللي تحتيه مشقة، ولا من فمه المملوء لعنة ومملوء طمع ومملوء شر ومملوء ظلم؟ هنروح فين قدام الشيطان؟ الفخاخ اللي منصوبة وضعف الانسان هروح بيه فين؟ وقداميش غير صليب المسيح، الايدين المرفوعة، بهذا تخلص. لو تفتكروا في عبة جميلة للقديس الانبا اثناسيوس الرسولي بتتقري في الساعة 12 من يوم الجمعة العظيمة، في يوم الجمعة العظيمة اعتقد 11 اخر يوم الجمعة العظيمة، قديس اثناسيوس يقول ابسط يديك على مثال الصليب لكي تعبر بحر هذا العالم. اذا كان العالم ده مليان قلائل واضطرابات ومغريات ومتاعب وضعفات، فعشان تقدر تعدي وتسبح ابسط ايديك على مثال الايه؟ الصليب. خد قوة الصليب، قوة الصليب اللي تكشف خداع الشيطان، زي ما كانت القديسة يوستينا بقوة الصليب كانت تكشف خداع الشيطان. الصليب اللي يخليني باستمرار سهران، والسلاح اللي بيحميني من مفاجأة العدو. الصليب اللي يجرد الرياسات واللي فضح الرياسات. لماذا أهان الشرير الله؟ ليه يفضل الشرير يهين الله بأنه عمال يعايش في الشر وكأن الله غير موجود وكأنه ناسي أو متناسي لله؟ لماذا قال في قلبه لا تطالب؟ ليه عمال مطمن ويقول ان انت مش هتطلبه في حاجة، مش هتجازيه، مش هتعاقبه؟ ربنا ما بيشوفش، ربنا مش مهتم. قد رأيت لأنك تبصر المشقة والغم لتجازي بيدك. لكن انت يا رب شايف التعب والغم، وانت ترد بالمجازاه بايديك. اليك يسلم المسكين امره، انت صرت معين اليتيم. المسكين واليتيم ده اللي ملوش حد، لكن اللي ملوش حد ليه مين؟ ربنا. فالانسان اللي حاسس انه ضعيف وان الشرير بكبريائه يحرقه ويبتلعه وياكله، لا، ده ليه حماية خاصة، ليه حماية عند ربنا. واللي حاسس انه يتيم فليه ابو اليتامى والارامل اللي هو الله. عشان كده خدوا بالكم في العهد الجديد، العهد الجديد مفيش يتيم. ليه؟ لانه قال كده لا اترككم يتامى، لا اترككم ايه؟ يتامى. بقى هو ابوه، ابانا الذي في السماوات. عشان كده المسكين الضعيف اللي بيسلم امره الى ابوه، واليتيم اللي بينال نعمة التبني من هذا الاب السماوي يسلم حياته لله، والله هو القادر انه ينصره على الشر وعلى الخطية. احتم ذراع الفاجر، وذراع الفاجر دي قدرته وعمله. احتم ذراع الفاجر والشرير تطلب شره ولا تجده. لما تحطم يا رب ايديه اللي بتعمل وقدرته، يبقى مفيش شر بعد كده. تيجي تدور على شر في العالم ما ايه؟ ما تلاقيش، لان الشرير اللي بيصنع هذا الشر انتهى، حطمت قدرته وحطم عمله. احتم ذراع الفاجر والشرير تطلب شره ولا تجده. طب عشان اتمتع بعمل ربنا بقى، يقول الرب قد ملك، الرب ملك الى الدهر والابد. طب هو ربنا ملك على ايه؟ على الخشبة، على الصليب.
وبقى ربنا مالك على قلبي ومالك على حياتي الى الدهر والابد. مش بيملك فترة وفترات تانية، لا ده يملك الى الابد. الله يستقر فيا وانا بستقر فيه، يثبت فيا وانا فيه. بادت الامم من ارضه، وقلنا ان الامم دول اللي هم ملهمش عهد مع الله، ملهمش علاقة بربنا. بادت الامم، الناس اللي ملهاش علاقة بالله، اللي ملهاش التصاق بالله تبيد. وبعدين يقول عبارة لطيفة جدا، تآوه الودعاء قد سمعت يا رب. ده هو لسه بيطلب ولسه بيقول للربنا قوم، وبيقول للربنا ارفع ايدك، وبيقول للربنا احتم ذراع الفاجر، لكن يقول تآوه الودعاء قد سمعت. سمعت ده هنا بصيغة ماضي، فعل ايه؟ ماضي، ان انت فعلا يا رب سمعت الصلاة. وسمعت ايه؟ مش الصلاة الطويلة او الصلاة يعني اللي فيها مزامير كثيرة او الصلاة اللي فيها مطانيات، لا ده بيقول تآوه الودعاء. تآوه يعني ايه؟ الانات البسيطة بتاعت الناس الودعاء البسطاء المساكين الله بيسمعها. حتى الانين، الانين اللي مش مسموع الا من الانسان نفسه الله بيسمعه. يبقى اذا الله مش واقف بعيد، والله مش مختفي في ازمنة الضيق، لكن الله سمع تآوه الودعاء. مجرد التنهدات بتاعت الودعاء الله سمعها. لكن هو الاحساس بتاع الانسان اللي مش قادر يشوف ربنا، لكن الاختبار اللي بيتأكد منه ان ربنا قد سمع، وان ربنا فعلا مش هيسمع سمعت. تآوه الودعاء قد سمعت يا رب تثبت قلوبهم. انت يا رب اللي هتثبت قلوبهم في الخير وفي البر وفي القداسة. خدوا بالكم في اول المزمور قال ان الشرير هو اللي بيثبت سبله، الشرير بنفسه هو اللي بيثبت الطريق بتاعه، لكن شوفوا هنا المساكين والودعاء الله هو اللي بيثبت طرقهم. الشرير هو اللي بيثبت بنفسه، عشان كده مهما ثبت هو نفسه مش ثابت فهينتهي، لكن اللي بيثبته بقى ربنا هو ده اللي يدوم الى الابد. تثبت قلوبهم تميل اذنك. انت مش واقف بعيد يا رب، لكن بتميل ودانك علشان تسمع. تخيلوا هذا المنظر، عارفين لما يجي طفل صغير عايز يكون لمراجل طويل كبير يقول له ايه؟ ميل، هات ودنك عشان اكلمك. فالراجل الطويل ده يميل لحد عنده عشان يكلمه. هو بيقول للربنا كده، انت يا رب كبير وعالي وانا ايه؟ صغير جدا، عشان كده ميل ودانك وايه؟ واسمعني. امل يا رب اذنك واسمعني، ميل ودنك عشان صوتي يوصلك. انا مش قادر اوصلك، انا حاسس ان انت بعيد او حاسس ان انت عالي، لكن ميل ودانك عشان اوصلك يا رب واقولك. تميل اذنك لحق اليتيم والمنسحق لكي لا يعود ايضا يرعبهم انسان من الارض. خلاص بقى ما بقاش فيه يتيم، ما بقاش فيه مسكين، ما بقاش فيه منسحق، لان المسيح جه قال ارسلني لابشر المساكين، لاعصب منسحق الايه؟ القلب، لارسل المنسحقين في الحرية. هو جه من اجل المسكين واليتيم والمنسحق لكي لا يعود ايضا يرعبهم انسان من الارض. ما يخافش الانسان المسكين والفقير اللي حط رجاءه واتكاله على الله من انسان اخر. لا تخافوا من الذين يقتلون الايه؟ الجسد. مفيش انسان في الارض يرعبنا، مفيش انسان مهما كان ضد المسيح يخيفنا، مفيش انسان يقدر يشتغل بالشيطان يخوفنا، لان الله ميل اذنه واستمعنا. عشان كده ارفع يا رب ايديك في حياتي، قوم يا رب في حياتي،
واصنع لي نصرة على الشر، على الخداع، على الاغراء، على العنصر المفاجأة. اديني بصليبك ان انا اكون منتصر. فلص الله داود، واذا كان في المزمور التاسع انتصر على الاعداء الخارجيين اللي هم جولياط المرئيين، فهنا اتكلم على النصرة على الاعداء المختفيين، الاعداء الغير ظاهرين، ودول اصعب من الاعداء الظاهرين. عشان كده سواء كانت المحاربة في جهة منظورة او غير منظورة، فالله يعطي نصرة وحماية للشخص اللي بيلجأه وبيحط اتكاله عليه. في حد يحب يسأل حاجة في هذا المزمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض المزمور 11 و 12 من سفر المزامير. لامام المغنيين لداود: على الرب توكلت، كيف تقولون لنفسي اهربوا الى جبالكم كعصفور؟ لانه هو ذا الاشرار يمدون القوس، فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى مستقيم القلوب. اذا انقلبت الاعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران، اكفانه تمتحن بني ادم. الرب يمتحن الصديق، اما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. يمطر على الاشرار فخاخا نارا وكبريتا، وريح السموم نصيب كأسهم. لان الرب عادل ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه. مزمور 12 لامام المغنين على القرار، مزمور لداود. خلص يا رب لانه قد انقرض التقي، لانه قد انقطع الامناء من بني البشر. يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه، بشفات ملقة بقلب فقلب يتكلمون. يقطع الرب جميع شفات ملقة واللسان المتكلم بالعظائم. الذين قالوا بألسنتنا نتجبر، شفاهنا معنا، من هو سيد علينا؟ من اغتصاب المساكين، من صرخة البائسين، الآن أقوم يقول الرب. أجعل في وسع الذي ينفث فيه. كلام الرب كلام نقي، كفضة مصفات في بوطة في الأرض، ممحوسة سبع مرات. أنت يا رب تحفظهم وتحرسهم من هذا الجيل إلى الدهر. الأشرار يتمشون من كل ناحية عند ارتفاع الأرذال بين الناس. الليلويا. نرجع للمزمور 11، وهو أيضا لإمام أو قائد المنشدين، والمزمور ده كتبه داود، والظروف اللي كتبها داود فيه لما كان شاول بيحاول قتل داود مرات عديدة، مرة بالرمح، وكان بيطلب إن هو يموت داود، وأشار عليه بعض الناس ان مفيش منفذ ولا ملجأ ليه الا انه يهرب الى الجبال ويستخبى منه. فكان ده الظروف اللي كتب فيها المزمور، ولكن هو بيعلن ثقته واتكاله، وضع هذه الثقة على ربنا واتكاله الدائم على الله. اذا كانت العبارة اللي بيرددوها باستمرار اهربوا الى جبالكم كعصفور، دي المشورة الناس بتحاول انها تديها للانسان في وقت ضيقه وفي وقت شدته وفي ظروفه الصعبة. اهربوا، ويمكن هنا بالجمع، لان دي الكلمة اللي بتتقال لكل انسان في ظروف صعبة وفي ظروف سيئة. الى الجبل كعصفور، ولكنه ليس جبل الله، هو جبل اخر.